تمام. طيب طيب علشان نفهم اكتر يعني الكليرنج للبت وسيتنج للبت والتوجلنج للبت، تمام، لان احنا ده اللي هنتعامل بيه بعد كده في العموم. احنا هنقول ايه؟ هنقول ان السيتنج للبت يبقى دايما بالاور اوبريتور، تمام. الاور اوبريتور ده اللي هي ايه؟ العصاية الطويلة، لو انت تعمل شيفت مثلا الزرار اللي فوق الانتر على طول، تمام، ده الاور اوبريتور. طيب انا دلوقتي عن اديت فاليو للاكس، الاكس ده unsigned character، الفاليو بتاعته 4 وحايد واربعة اصفار، تمام، بالهكسا ديسيمال يعني، ماشي. انا دلوقتي عايز اعمل سيتنج لبيت رقم 5، ماشي. سيتنج لبيت رقم 5 هيجي ازاي؟ ان انا اعمل للفاليو الجديده بتاعت الاكس هتبقى الفاليو القديمه بتاعت اكس اورينج مع واحد شيفت ليفت ب5، تمام. فهو هيشيفت ليفت لحد ما يوصل للفاليو رقم 5 او للبيت رقم 5 هنا، تمام، ويعمل اورينج وهيطلع لي ايه؟ بواحد، تمام، لان احنا عارفين ان اي اور اوبريشن لما تبقى اورينج مع واحد هتطلع لي بواحد، تمام. طيب لو انا عايز اعمل مثلا كليرنج لبيت هتبقى باندنج مع الكومبلمنت، تمام. الاندنج مع الكومبلمنت هيتعمل ازاي؟ انا دلوقتي هدي الفاريبل واي نفس الفاليو بتاعت الاكس اللي انا حطيتها فوق، تمام. وانا عايز اعمل مثلا ايه؟ كليرنج للبيت رقم 2 في الواي كله، تمام. فهعمل ايه؟ هعمل اندنج مع زيرو. انا عايز اعمل كلير للواحد اخليه زيرو، فانا لازم اعمل اندنج مع زيرو. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا هاجي عند تاني او هاجي عند بيت رقم 2 وادخل لها فاليو بواحد، فالفاليو الاصليه هتبقى 0 0 1 0 0 0 0 0، تمام. بس قبل ما اعمل اندنج انا هعمل لها ايه؟ كومبلمنتنج. الكومبلمنتنج ده بيتم عن طريق الاوبريتور اللي هو ده، تمام، موجود فوق زرار التاب، تمام، اللي هو شيفت الزرار اللي فوق التاب او الزرار اللي على شمال الواحد، تمام. هتعمل شيفت وتحط ايه؟ الانديكيتور ده او الاوبريتور ده، تمام، وتعمل الفاليو بتاعت الواي القديمه اندنج مع الكومبلمنت بتاعت الرقم ده وهيطلع لك ايه؟ ان هي كليرد. طيب تعالى بقى ايه، ناخدها واحده واحده. ده اندنج مع ده، واحد اندنج مع واحد هيطلع لي واحد، واي زيرو اندنج مع زيرو او واحد هيطلع لي زيرو. فخلاص يبقى انا كده ايه؟ الدنيا مظبوطه عندي، تمام. طيب انا عايز اعمل توجلنج للبت. توجلنج لاي بت هيتم عن طريق ايه؟ الاكسور اوبريتور. الاكسور اوبريتور هو ده يا جماعه، ده مش بنستخدمه يعني ان احنا نعمل باور، يعني مش هنستخدمه انه 2 باور 2، لا، ده اكسور اوبريتور، تمام. ماشي. فانا عايز مثلا اعمل توجلنج للبت رقم 6 في الفاريبل زد، فانا هعمل الحركة الطبيعية بتاعتي ان انا اعمل واحد شيفت ليفت بستة، تمام، واعمل ايه؟ توجلينج هنا، تمام، زيرو اكسور واحد بيطلع لي واحد، تمام، ودي كلنا عارفينها. بس ايه ده الطريقة اللي احنا بنعملها ايه على ال IDE يعني او على الكومبايلر، تمام. طيب الجزئية دي احنا بقى بنتكلم على ايه؟ الاوتبوت سيجنال، تمام. الاوتبوت سيجنال بتقول لنا ان ثانية واحدة يا جماعة، بس خليكم معايا دقيقة واحدة. الاوتبوت سيجنال هي برضو انا ممكن اعملها بطريقتين. الطريقة الاولانية ان انا اعمل يا بوزيتيف كونفيجريشن، والطريقة التانية ان انا اعمل نيجاتيف كونفيجريشن، تمام. الفرق ما بين البوزيتيف كونفيجريشن والنيجاتيف كونفيجريشن هنشوفهم تحت برضو في رسمتين زي بتاعت البول اب والبول داون، تمام. البوزيتيف كونفيجريشن ان انت دلوقتي هتحط ايا كانت الهاردوير بريفرال اللي انت هتحطه بره ده، فلنفترض ان دي ليد او حاجه كده يعني، فلنفترض ان الحته دي ليد مثلا، تمام، اللي هي شبه الدايود دي هنفترض انها ايه؟ ليد. انا دلوقتي عايز اقرا
او عايز اعمل اوتبوت سيجنال من المايكرو كنترولر على الليد دي، تمام؟ عايز الليد دي تنور مثلا. فعشان الليد دي تنور انا اول حاجه لازم اسيت البين اللي انا خارج منها ان هي اوتبوت بين، وبدام ان انا شغال اوتبوت يبقى انا هشتغل بالبورت ريجستر. بورت ريجستر يبقى انا ايه هعمل علشان الليد تنور، لان ده بوزيتيف كونفيجريشن، هعمل اورنج مع واحد، تمام؟ دي انهي بين، دي انهي بين قدامي؟ دي بين 3 في بورت سي، تمام؟ فبين 3 في بورت سي يبقى انا لازم اعمل اول حاجه زي ما قلت نعمل سيتنج للدايركشن على البن دي ان هي اوتبوت بن، وان انا استخدم البورت ريجستر على ايه ان انا اطلع السيجنال اوتبوت منها، تمام؟ طيب انا عايز اعمل اوف، فانا هعمل كليرنج للبن دي، تمام؟ ده ايه البوزيتيف كونفيجريشن. طيب والنيجاتيف كونفيجريشن، النيجاتيف كونفيجريشن العكس، لو انا عايز اعمل لو انا عايز اعمل الليد دي اون اخليها اون، انا هعمل ايه اندنج مع الكومبلمنت، ولو عايز اخليها اوف هعمل لها ايه اورنج مع الفاليو اللي انا حاططها، تمام؟ طيب الكلام ده ليه بيحصل اصلا؟ لان انت بتوصل البوزيتيف والنيجاتيف فاليوز عكس بعض. يعني في النيجاتيف كونفيجريشن بتوصل النيجاتيف النيجاتيف بورت على المايكرو كنترولر، والبوزيتيف كونفيجريشن بتوصل البوزيتيف بورت على المايكرو كنترولر. طيب احنا شفنا ريزيستور كده برقم 330 اوم تحديدا، ايه لازمتها الريزيستور دي؟ هو بصوا نتيجة ان الكرنت اللي خارج من المايكرو كنترولر بيبقى تقريبا ما بين بيتراوح ما بين 10 ملي امبير زي ما انا كاتب هنا لحد 20 ملي امبير، فاحنا ايه بنبقى محتاجين ريزيستور من فاليو 220 لحد 350. الموست كومن في السوق هي ال 330 اوم ريزيستور، فدي اللي بتتجاب يعني، تمام؟ دي حتة بس ايه علشان الليد ما تتحرقش مش اكتر يعني، تمام؟ طيب دي شوية نوتس كده، نوتس صغيرة وهنبقى خلصنا الـ input والـ output، تمام؟ طيب أنا دلوقتي لما هاجي أعمل application على المين كود، إحنا هنحط الكلام ده في infinite loop. الـ infinite loop دي ممكن تبقى while loop أو for loop، تمام؟ بس أنا إحنا أو إحنا بنفضل دايما إن هي تبقى إيه while loop، لأن أنت مجرد إن أنت هتكتب while one، تمام؟ طيب اشمعنى ان انا بعمل انفينيت لوب؟ لان انت بكل بساطه يعني، فلنفترض ان انت بتعمل اي ابلكيشن عادي، مثلا زي ان انت زي ما احنا قلنا مثلا الليد دي، انا عايزها تفضل ايه ان انا كل ما اجي ادوس على الزرار مثلا، او كل ما اجي اقول لها نوري تنور، تمام؟ مش كل شويه هاجي ايه اقعد ابرمج واقول له خلاص ابتدي لي الكود تاني من الاول علشان ايه تنور. لا انا بمجرد ان انا هعمل انفينيت لوب فهو هيفضل ايه في الابليكيشن بتاعها مش هيخرج منها، تمام؟ ولما نيجي نعمل بروجرامنج للاي في ار احنا دايما بنعمل ايه انكلودنج للانبوت والاوتبوت لايبراري بتاعته، تمام؟ إيه الكلام ده. محمد مشكورا كان نزل طريقه الانستولينج بتاع الاكليبس، اعتقد برضو الاي في ار على على الجروب بتاع سمارت هوم، تمام؟ هو ده يعني دي اللايبريز اللي موجوده فيه، تمام؟ تاني لايبراري بنستخدمها هي اليوتيل ديلي دوت اتش، تمام؟ دي فيها اتنين فانكشنز، الفانكشن الاولانيه هي الديلي بالملي سكندز، تمام؟ احنا بنعمل فيها ديلينج للفاليوز بالملي سكندز، وتاني فانكشن بنعمل فيها ديلينج للفاليوز بالمايكرو سكندز، تمام؟ طيب احنا بقى ايه لما نيجي نحط مثلا ايا كانت الارقام اللي احنا عايزين نعمل لها بيها ديلي لازم تبقى هول نمبرز، محدش يحط لي فراكشن نمبرز لان هو مش هيقبلها، هو يقول لك لا انت لازم تحط لي هول نمبر. فلو مثلا عايز اعمل ديلي ب 5 سكندز، فانا هاجي عند ديلي ملي سكندز دي واحط 5000، تمام؟ عايز اعمل ديلي بالمايكرو سكندز هتبقى نفس الحكايه، تمام؟ طيب قبل ما استخدم الديلي لايبراري لازم اديفاين ان السيستم فريكوانسي اف سي بي يو تبقى از بري بروسيسور ماكرو، يعني ليه احط فيها الفاليو بتاعتها؟ لان لو انت ما حطيتش فاليو معينه للفريكوانسي دي هو هيتعامل بالديفولت فاليو اللي هي 1 ميجا هرتز،
تمام. فعلى سبيل المثال انا عايز اشتغل بالمايكرو كنترولر ده ان هو 8 ميجا هرتز، فانا ايه هديفاينه على اساس ان هو هديفاين اف اندرسكور سي بي يو 8 مليون. تمام. طيب اي حد عنده اسئله بخصوص الانبوتس والاوتبوتس؟ ما فيش اسئله بخصوص الانبوت والاوتبوت؟ تمام. نخش على الاكسترنال انتربتس. تمام. احنا كنا سمعنا عن الانتربتس قبل كده مع دكتور ابراهيم قمر. تمام. الانتربتس دي بتبقى ايفنتس بتبقى بتريكواير ايميديت اتنشن من المايكرو كنترولر. تمام. وانتربت بالعربي يعني هو قاطع. يعني ايه قاطع؟ في هنا بقى في الحته دي هو وظيفته ان هو يقطع البرنامج اللي شغال وينفذ كود بسيط لما الكونديشنز بتاعت الانتربت دي تتحقق. تمام. طيب احنا عندنا اتنين تايبس من الانتربت عموما، هاردوير وسوفت وير، بس الاي في ار مش بيسبورت سوفت وير انتربت، فاحنا هنشتغل على ايه؟ الهاردوير بس. الهاردوير انتربتس دول بيبقوا بيتم تشغيلهم عن طريق البريفرلز اللي احنا قلناها زي التايمر، الاي دي سي، الاي سكور سي، الكلام ده. تمام. كل حاجه ليها انتربت بتاعها. والانتربتس دي او من عن طريق الاكسترنال انبوت بينز، يعني في اكسترنال انتربتس. تمام. لما انا بدخل عليها سيجنال ان هي تبقى انتربت انيبلد، هو بيشغلها. تمام. يعني دي حاجات بره البريفرلز تماما. تمام. طيب انا ازاي اشغل الانتربت بشكل عام، او ازاي الانتربتس بتشتغل؟ الانتربتس بتشتغل اول حاجه لما يحصل لها كولينج. تمام. تاني حاجه لما تاني حاجه البروسيسور بقى بيعمل ايه؟ بيقوم رايح سايب البروجرام الاساسي اللي هو شغال فيه اللي هو المين بروجرام، وبيروح ينفذ الانتربت سيرفيس روتين او الاي اس ار. تمام. بعد ما بيخلص الاي اس ار بيرجع للبروجرام الاساسي بتاعه. تمام. ودي رسمه توضيحيه كده ايه للانتربت والمين بروجرام. تمام. يعني هو فلنفترض ان هو ماشي مع الوقت كده في البروجرام. تمام. وهنا في الحته دي جاله كونديشن ان هو لازم يخش على انتربت. تمام. فهو ايه هيخش على الانتربت هنا، يخلص الكود بتاع الانتربت، وبعدين يرجع تاني للمين بروجرام من عند النقطه اللي هو كان واقف فيها ويكمل بقيه البروجرام. تمام. طيب احنا من شويه الكلام اللي احنا قلناه فوق ده، احنا ممكن نقول ان الاي اس ار دي كود عادي. تمام. زي اي كود ان هو ممكن يحصل له تريجرنج لما السي بي يو بترن الاي اس ار. ماشي. عاده اي انتربت عنده الاي اس ار الخاص بتاعه. ماشي. ودايما الاي اس ارز دي بتبقى ادريست في الروم في الانتربت فيكتور تيبل. تمام. واحنا هنخش هنشوف ايه شكل الفيكتور تيبل ده دلوقتي. تمام. ده شكل كده ايه للفيكتور تيبل. هو موجود يعني علشان محدش يقول لي الكوبي رايتس وبتاع، لا هو موجود اصلا الحاجات اللي انا واخدها من النوتس عندي، علشان ايه انا كنت هتعب في ان انا اقعد كل شويه ادور في الداتا وانا شيت. عايزه اسال سؤال بس، هو اصلا مفيش شير سكرين؟ تاني مفيش شير سكرين ولا ده عندي انا بس؟ لا برضو مفيش، ما عنديش برضو شير طيب سكرين. ثانية واحدة أنا هلغيها وأشغلها تاني. اشتغلت كده. اشتغلت. هو باين ان هو في حاجة بس لسه ما ظهرتش، بس حاليا ظهرت اهو. تمام كده. طيب هو ده شكل الانتربت فيكتور تيبل يا جماعه، ده بتاع الاتميجا 16. تمام. هو الانتربت فيكتور تيبل او الريجسترز اللي انتوا هتشوفوها بعد كده موجوده اصلا في الداتا شيت، بس علشان ايه انا كنت هاخد وقت طويل جدا وانا كنت اصلا اتاخرت عليكم، فدي حاجه اعذروني فيها، فانا كنت عايز اجيبهم على طول فجبتهم من النوتس بتاعتي علشان محدش يبقى يقول كوبي رايتس او حاجه. يعني هي هتلاقوها برضو موجوده في الداتا شيت، وانا هبعتها لكم الداتا شيت دي.
تمام. طيب احنا عندنا ايه؟ ده الادريسنج في الروم بتاع المايكرو كنترولر. تمام. كل ادرس من دول في الاي اس ار او الانتربت المخصوص بيه. تمام. وفي هنا ايه ترتيب للكلام ده؟ الكلام ده ثابت مش هينفع يتغير. في مايكرو كنترولرز ثانيه انت اللي بتشكل الفيكتور تيبل بنفسك. في حاجات بتبقى ثابته بس انت ايه اللي بتشكل الترتيب ده بنفسك. تمام. وهنعرف ليه الترتيب ده مهم قدام. ماشي. احنا زي ما قلنا ان الاي اس ار، ثانيه واحده. طيب احنا قلنا ان الاي اس ار كانه بروجرام صغير، واي بروجرام صغير احنا ممكن نقول عليه فانكشن، مش كده ولا ايه؟ طيب الاي اس ار دي كانها فانكشن، بس الفانكشن دي ما عندهاش لا بروتوتايب ولا ارجيومنت ولا ريتيرن فاليو. تمام. بس هي عندها حاجه زي مميزات الفانكشن، ان هي تقدر تستخدم الشيرد فاريبلز علشان تعمل كوميونيكيشن مع الكود ابلكيشن. ماشي. احنا عندنا جوه اي مايكرو كنترولر عندنا نوعين من الانتربتس، عندنا الماسكابل انتربتس وعندنا ايه النون ماسكابل انتربتس. الماسكابل انتربتس ممكن يكونوا ديسيبلد او انيبلد على حسب ايه الجلوبال انتربت انيبل بت. تمام. وان الكلام ده بيبقى برايورتي ديبندنت، يعني هي اي ماسكابل انتربت بيبقى ليها برايورتيز. يعني ايه برايورتيز؟ يعني في اولويات فوق الثانيه. يعني ممكن يبقى في انتربت يبقى عنده برايورتي اعلى من انتربت تاني، او اتنين يبقى عندهم نفس البرايورتي وهكذا. طيب عندنا بقى حاجه تانيه اسمها نون ماسكابل انتربت. النون ماسكابل انتربتس دي ما ينفعش يحصل لها ديسيبلنج، هي بتفضل دايما انيبلد. تمام. وبتشتغل لما بنعمل لها كولينج. ماشي. ودي ما ينفعش نغيرها عن طريق السوفت وير، لان هي دايما عندها الهايست برايورتي. ماشي. بس في حاله الاي في ار احنا ما عندناش غير هو واحد نون ماسكابل انتربت، اللي هو ايه الريسيت انتربت. تمام. طيب الشكل اللي قدامكم ده الخطوات الأساسية إن إحنا نعمل تريجرينج لأي انتربت. تمام؟ طيب هو فكرة إن هو أند جيت بس قدامكم كده، فكرة إن هو إيه أي أند جيت أصلا علشان يحصل، أو أي أند جيت علشان يطلع لي واحد لازم كل الانبوتس اللي داخلة له إن هي تبقى enabled أو بواحد يعني. بس هو إيه مش بيحصل إن إحنا بنعمل أند جيت علشان نطلع انتربت، لأ أنا بتكلم بس إن هي إيه مجرد تشبيه ان احنا نساتسفاي الثلاثه كونديشنز. ايه الثلاثه كونديشنز بتوعنا؟ الكونديشن الاولاني ان انت تينيبل الجلوبال انتربت بت، والكونديشن الثاني ان انت تينيبل الموديول انتربت انيبل، الكونديشن الثالث ان انت تينيبل الموديول انتربت فلاج. تمام. واحنا يعني احنا بس ايه في الحته دي او في السيشن بتاعت النهارده هنستدي الكونسبت بتاعت الثلاثه اكسترنال انتربتس بتوع الاي في ار. ماشي. طيب احنا دلوقتي عندنا شوية نوتس كده هناخدها. ان انا عندي مثلا لو يعني احنا قلنا ان في priority وان في vector table والكلام ده يعني، بس احنا ايه ما قلناش صيغة واضحة للشغلانة بتاعتهم او صيغة واضحة لل functionality بتاعتهم. الصيغة الواضحة دي هتظهر دلوقتي لما يتم calling ل multiple interrupts. تمام. لما يحصل calling ل multiple interrupts في نفس الوقت، البروسيسور بقى ايه بيختار انهي واحد هيشتغل الاول depending على البرايورتي بتاعه. تمام. طيب لو انا عندي انتربت اصلا شغال وجالي انتربت تاني، لازم علشان يخرج من الانتربت اللي هو شغال فيه ان الانتربت ده اللي جاله جديد ده يكون اعلى في البرايورتي من الانتربت اللي هو اوريدي شغال فيه. ما ينفعش يسويه في البرايورتي او يبقى اقل منه في البرايورتي. تمام. طيب انت كنت جبت سيره الفيكتور تيبل والترتيب والكلام ده كله، هنرجع للفيكتور تيبل دقيقه واحده. تمام. احنا عندنا ايه هنا؟ في حاجه اسمها فيكتور نمبر. الفيكتور نمبر ده بيindicate البرايورتي، يعني مثلا الهايست برايورتي عندي زي ما احنا قلنا ايه الريست. تمام. وبعديه الاكسترنال انتربت ريكوست 0، وبعديه اكسترنال انتربت ريكوست 1. فانا عندي مثلا
لو انا شغال في external interrupt request واحد، تمام، لو انا شغال في الاي اس ار بتاعته وجالي واحد يعادله في البرايورتي بتاعته على سبيل المثال، ما ينفعش اروح للجديد ده، لازم افضل شغال في ده، تمام. طب لو جالي بقى external interrupt request 0، ده اعلى منه في البرايورتي، فانا هقطع الانتربت ده. هو الصوت فصل عندنا بس ولا ايه؟ هو الصوت فصل؟ صوت فصل يا جماعة ولا لا؟ نرجع تاني. انا بقول لكم دلوقتي لو انا شغال في الانتربت او انت واحد ده، شغال في الاي اس ار بتاعه، تمام، وجالي انتربت تاني من نفس البرايورتي بتاعته، ماشي، ما اقدرش اروح للانتربت التاني لانه من نفس البرايورتي بتاعته. طب لو جالي انتربت برايورتي اقل برضه ما ينفعش اروح. طب لو انا جالي بقى ايه انتربت زيرو، تمام، اللي هو اكسترنال انتربت ريكوست زيرو، شغال الاي اس ار بتاعه كده، لازم اقطع الانتربت ده واروح للي قبليه، اخلص ده بعدين ارجع لده، تمام. فاحنا كده عرفنا ان الفيكتور تيبل فيها اسمه ايه ده، فيها البرايورتيز بالترتيب، تمام، والادريسيز بتاعتها. فبالنسبه للاتميجا 16 او الاي في ار عموما، بيبقى الفيكتور تيبل جايه متبرمجه، تمام، انما في مايكرو كنترولرز ثانيه زي الارم انت اللي لازم ايه تبرمج الفيكتور تيبل. والنون ماسكبل انتربتس بتاعت المايكرو كنترولرز الثانيه نفس الحكايه، ما بتقدرش تغيرها او ما تقدرش تبرمجها، وان هي كمان بيبقى ليها اعلى برايورتيز، وهم ذات نفسهم ليهم برايورتيز اعلى من بعض، تمام. ولكن احنا ايه خلينا في الاي في ار يعني، بس عشان ما حدش يتلخبط، تمام. طيب ماشي، ده بالنسبة ايه للبرايورتيز، تمام. احنا هو برضو هنعمل شكل بسيط كده، انا عندي مثلا المين، انا جالي انتربت في اي اس ار واحد، تمام، اي اس ار واحد يعني هو مش انتربت لحاجة معينة، بس نفترض ايه ان ده اول انتربت يجي، تمام، بس هو عنده برايورتي قليلة، جه قطعه انتربت تاني اي اس ار 2 عنده هاير برايورتي، فلازم بقى ايه ان انا اخش من ده على ده، اخلص ده بعدين ارجع لده من النقطه اللي انا وقفت فيها، اخلص ده بعدين ارجع للمين بروجرام من عند النقطه اللي انا وقفت فيها، تمام. طيب لو احنا بصينا للشكل ده تاني، هنلاقيه ان هو عامل زي النستد كودز، يعني هو بيطلع من الكود ده على الكود ده على الكود ده، بعدين لما يخلص ده يرجع لده يرجع لده، تمام. فالكلام ده برضو ممكن يتحقق مع الانتربتس، ان احنا نعمل نيستنج للانتربتس، بس حاجه زي دي مش مستحبه. ليه؟ لان الانتربتس زي ما احنا قلنا هي عامله زي الفانكشنز، تمام، وزي اي كود الانتربتس دي عندها اكسكيوشن تايم وعندها كولينج تايم، فهو مش منطقي ان انت تعمل انتربتس كبيره جدا، تمام، ولكن المنطقي ان الانتربتس دي تبقى سمول في السايز، تمام، علشان تبقى executed as fast as possible وما تقطعش حاجة مهمة. يعني الناس اللي حضرت النهاردة المحاضرة بتاع الدكتور خالد فؤاد، يعني هو هتلاقيه قال اتكلم مثلا عن البريكنج بتاع العربيات، لو مثلا في عربية ماشية autonomous وفي عربية تانية وقفت قدامها والسنسور لقط ان في عربية، لو انا الانتربت بتاعي كبير قوي، في انتربت اصلا شغال كبير قوي، تمام، فلنفترض ان الانتربت ده عنده priority اعلى من البريكنج سيستم بتاع العربية، وده نادرا ما بيحصل يعني، بس انا بقول افتراض يعني، مثلا ايا كان الانتربت ماشي عنده برايورتي اعلى، فهو دلوقتي المفروض لقى حاجة قدامه اوبجكت واقف، فالمفروض يقف، فالمفروض يبعت انتربت للسيستم ان هو يخرج بره الكود اللي هو فيه ويعمل ياكتيفيت البريكنج سيستم، بس لان الانتربت اللي اوريدي شغال كبير في السايز بتاعه والاكسكيوشن تايم بتاعه واخد وقت، فهو مش هي فهو ايه ده زيادة عليه ان هو كمان البريوريتي بتاعته عالية، فهو مش هيقدر يخرج منه. فلا، الانتربتس لما تيجي تتعمل لازم الانتربتس تبقى الكود بتاعها صغير، تبقى simple as possible، تمام، علشان يحصل لها execution بأقصى سرعة ممكنة، تمام. عشان بقى ايه نعمل activating للانتربت library، لازم نعمل including ل avr backslash interrupt.h، تمام. طيب
دي الريجسترز اللي موجوده يعني جوه ال او الريجسترز الاساسيه، هنشوفها مع بعض يعني علشان ايه الانتربت انيبلنج. تمام، الجلوبال انتربت انيبل بت اللي هو ايه، اللي هي الاي بت اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول. تمام، دي البت رقم 7 في ريجستر اسمه اسريج. تمام، فانا علشان اعمل سيتنج للبت دي فانا بقول اسريج بيساوي اسريج اورينج مع 1 شيفت ليفت ب7. تمام، طب لو انا عايز اعمل لها كليرنج بتبقى هتبقى نفس الحكايه، بس هنبدل ايه باندنج مع الكومبلمنت. تمام، طيب في حاجة اسمها ايه؟ General Interrupt Control Register. الكلام ده كله موجود يا جماعة في الداتا شيت اللي انا هبعتها لكم ان شاء الله. يعني ال General Interrupt Control Register بيكونتين Interrupt Enable Bits، تمام، لل External Interrupts بتاعتنا. زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا 3 External Interrupts. تمام، عندنا Interrupt 0، Interrupt 1، و Interrupt 2. تمام، وهنا موجود عندنا الخطوات ان احنا ازاي ناكتيفيت او نعمل انيبلنج يعني او ديسيبلنج لكل انتربت من دول. تمام، فهو ادي هو ده دلوقتي ايه الريجستر بتاعنا. تمام، انا دلوقتي زي ما احنا كنا قبل كده شفنا في السيتنج والكليرنج والتوجلنج، انا مثلا عايز اعمل انيبلنج للريجستر الاكسترنال انتربت واحد، فهو في البيت السبعه، فانا هعمل جي اي سي ار. تمام، اورنج ايكوال 1 شيفت ليفت ب7. تمام، طب والزيرو عايز اعمل له انيبل، هتبقى جي اي سي ار اورنج ايكوال 1 شيفت ليفت ب6، لان هو ايه ده مكانه. تمام، طيب ونفس الحكايه بالنسبه للانتربت رقم اكسترنال انتربت رقم 2. تمام، طيب احنا عندنا بقى حاجة اسمها MCU CR. تمام، اللي هو MCU Control Register، ده بيديفاين الليفل تريجر او الايدج تريجر بتاعة الاكسترنال انتربتس. تمام، طيب حاجة زي دي بتتم ازاي؟ ان احنا بنعمل يا اما بيكون على ثانية واحدة يا جماعة. طيب انا دلوقتي عايز اديفاين ليفل تريجر او ايدج تريجر على اكسترنال انتربت انت 0 او انت 1 في البيتس بتاعته. تمام، فكل واحد مخصوص له البيتس بتاعته. تمام، طيب بحاجه زي دي بتتم ازاي؟ يعني انا مش عارف انا دلوقتي لما اجي اعمل كنترولنج للريجسترز دي ايه اللي هيحصل. طيب في دلوقتي عندك جدول تحت اهو بيقول لك ان دلوقتي بيتس بيت 1 و0 اللي هي اي اس سي 01 واي اس سي 00 interrupt sense control لزيرو. تمام، طيب هنا انت لما هو بيقول لك ايه قصاد كل واحده من دول، انت لما بتديها values معينه هو بيقول لك ان انت بتعمل الانتربت ده امتى، عند الرايزنج ايدج ولا عند الفولينج ايدج زي ما هو كاتب تحت هنا كده. تمام، او لما اي لوجيكال تشينج يحصل، اي لوجيكال تشينج يحصل ل external interrupt 0 generate interrupt. تمام، او ان هو ايه يبقى على اللو ليفل بيجنريت انتربت، يعني لما يبقى ايه ستدي على اللو ليفل. تمام، يعني هو مثلا هو كان اوريدي في الهاي ليفل، تمام، ونزل للو ليفل، فده كده ايه جنريت لي انتربت. تمام، طيب لما يحصل لي اي توجلينج، ده معنى الجمله، يعني هنا معنى الجمله دي لما يحصل لي اي توجلينج على انتربت 0 اعمل لي جنريت لي انتربت. هنا لم عند بس عند بس الفولينج ايدجز اعمل لي انتربت، هنا بس عند الرايزنج ايدجز اعمل لي انتربت. تمام، وده يعني احنا هو عندنا الاي اس سي 00 والاي اس سي 11. تمام، انا عايز ادي لهم الفاليوز، عايز ادي لهم فاليو من دي، كل واحد عايز ادي له فاليو من دي على حسب ايه الديزاين بتاعي. تمام، ونفس الحكايه بالنسبه للانتربت سنس كنترول على انتربت واحد. تمام، كل واحد من دول بيرسبونس على حسب الفاليو اللي هو واخدها في الاي اس سي 1 او الاي اس سي 11 او الاي اس سي 10. تمام، بالنسبه برضو بالنسبه طيب بالنسبه للكنترولنج للانتربت 2 هو ملوش حاجه زي كده، لا ليه حاجه زي كده بس هو ايه بيشتغل مع الرايزنج والفولينج ايدجز بس. تمام،
مش بيشتغل مع مجرد ان هو بيحصل له اي لوجيك تشينج او ان هو يبقى ايه في اللو ليفل، تمام؟ فاحنا بيبقى ليه حاجة تانية اسمها ام سي يو سي اس ار، تمام؟ مش ام سي يو سي ار، بيبقى حاجة اسمها مايكرو كنترولر كنترول اند ستاتس ريجستر. ده بيبقى مكون، يعني هو بيقول ايه، ان هو بيديفاين الانتربت 2 انتربت اكتيفيتي، تمام؟ بيديفاين الاكسترنال انتربت 2 انتربت اكتيفيتي. وهنا علشان يحصل احنا بنيجي عند البيت اللي هي رقم اي اس سي 2 اللي هي عند بيت رقم 6، تمام؟ لما بنديها الفاليو بتاعت الزيرو يبقى هو شغال عند الفولينج ايدج، ولما بنديها الفاليو بتاعت الواحد هو بيبقى ايه شغال عند الرايزنج ايدج، تمام؟ طيب ده هنا ريجستر اسمه جنرال انتربت فلاج ريجستر، تمام؟ جنرال انتربت فلاج ريجستر ده بيبقى شغال بالنسبه للاتميجا 16 واتميجا 32 اكسترنال انتربتس، تمام؟ كل واحد من دول يعني each of these bit يعني هو بيبقى set to logic واحد لما الانتربت ايفنت لسبيسيفيك انتربت معين يحصل، تمام؟ يعني انت دلوقتي عايز تعمل ايه، يعني هو ده ايه الموديول انتربت فلاج بتاع الاكسترنال انتربتس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، تمام؟ يعني انت يعني احنا زي ما احنا قلنا انت علشان تشغل اي انتربت انت المفروض تعمل سيتنج للجنرال انتربت انيبل بت اللي هي الاي بت اللي هي في ريجستر اس ريج، تمام؟ وتاكتيفيت الانتربت كونديشنز بتاعت ايا كان الانتربت سواء اكسترنال انتربت او بريفرال انتربت، تمام؟ وكمان الفلاج بتاع الانتربت بتاع الموديول ده، تمام؟ فهنا لو انا عايز اعمل الانتربت فلاج بتاع اكسترنال انتربت 0 فانا ايه باجي عند البيت 6 وبعمل لها ايه سيتنج، تمام؟ طيب احنا كده المفروض خلصنا الانتربتس، تمام؟ حد عنده اسئله في اللي فات ده كله؟ علشان انا عارف الانتربتس احيانا بتلخبط، فلو حد عنده اي سؤال يقول لي. حد مش فاهم حاجة؟ طيب حاجة حاجة هي الدنيا تمام، بس هي ليه حصلت كده او اشمعنى كده يعني؟ تمام. احنا كده فاضل لنا التايمرز، ان شاء الله يعني هنخلصها في الفترة يعني الحبة اللي جايين، ولو لقيت وقت يناسب يعني هفتح لكم تبصوا على شوية examples بالنسبة للانبوت والاوتبوت وبالنسبة للانتربتس وبرضو examples بالنسبة للتايمر، تمام؟ طيب التايمرز بشكل عام احنا عارفين عنها ان هي ايه، بتبقى يعني حاجة أساسية في المايكرو كنترولرز، تبقى دايما لازم تبقى موجودة في أي مايكرو كنترولر علشان أول حاجة يجنريت تايم ديليز او يجنريت ويف فورمز او يكاونت النمبر اوف ايفنتس، تمام؟ طيب الكلام ده برضو ممكن يبقى زياده عليه حاجه اسمها بي دبليو ام اللي هي بالس ويدث موديوليشن، تمام؟ او الكابتشرنج ايفنتس. طيب ايه الكلام ده؟ كل حاجه من دول هندرسها لوحدها، بالنسبه للكابتشرنج ايفنت ده لسه هيبقى قدام شويه مش دلوقتي خالص، تمام؟ احنا في السيشن بتاعت النهارده هنطبق المين كونسبت بتاع التايمرز على تايمر زيرو لان هو ابسط تايمر وهيبقى اسهل واحد ان انتوا تفهموه يعني. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف حاجه بس مهمه عن التايمرز بشكل عام، لما تيجي تتكلم مع المايكرو كنترولرز ان التايمرز دي اندبندنت يونت جوه المايكرو كنترولر. ازاي يعني اندبندنت؟ لان هي لما بتيجي ترن او لما هي تيجي تفانكشن بترن بارلل للسي بي يو، تمام؟ بترن اندبندنتلي، ملهاش دعوه بالتاسك بتاع السي بي يو خالص، تمام؟ ليه؟ لان هي بتكاونت اب او بتكاونت داون او بتعمل كومبيرنج للكلام ده كله وبتبعت للسي بي يو الفاليوز اللي هي عملتها. فلو اصلا السي بي يو شغاله في حاجه معينه التايمر كده مش هيقدر يشتغل. فالتايمر لما بيجي يتعمل له كولينج وبيطلب منه ان هو يشتغل بيشتغل بارلل للتاسك اللي شغاله في السي بي يو، تمام؟ طيب احنا برضو جوه مع التايمرز يعني بنستخدم بري سكيلرز علشان نعمل ديفايدنج للكلوك فريكونسي، تمام؟
طيب يعني ايه فري سكيلر ويعني ايه كلوك فريكوانسي؟ احنا دلوقتي بنبروديوس كلوك للتايمر، تمام، والكلوك دي بتبقى بنستخدمها علشان نميجر اللونج بيريودز بتاعت التايم. طيب عايزين صورة أوضح، أنا دلوقتي مثلا أنا شغال بفريكونسي معينة بتاعة المايكرو كنترولر، وعايزه مثلا لما يوصل لي عند، عايزه مثلا يعمل لي، يعد لي رقم من البيتس معينة، يعني مثلا يعني هنشوف دلوقتي زي الأوفر فلو دلوقتي أو النورمال مود، إن هو بيعد لي من 0 لحد 255، ده الديفولت كيس بتاعه، تمام. فهو على حسب الفريكونسي بتاعة السي بي يو اللي انا مديها له، هو هيخلص العد ده في وقت قد ايه، تمام. طيب لو انا بقى حطيت بري سكيلر، لو انا حطيت بري سكيلر يعني ايه، عملت ديفايدنج للفريكونسي دي، يعني انا قللت الفريكونسي، يعني الوقت بقى اطول، تمام. طيب البري سكيلرز اللي موجودة جوه الاي في ار، تمام، هي بتبقى عبارة عن 1 2 3 4 5 6 بري سكيلرز مختلفة، تمام. انا عندي اول بري سكيلر ان هو مفيش كلوك اصلا، تمام، يعني التايمر مش شغال. تاني بري سكيلر ان هو يبقى شغال على بري سكيلر واحد، يعني الفريكونسي تبقى ديفايدد بواحد، فالكلوك هتبقى شغالة الفريكونسي بتاعت السي بي يو، يا اما ان الكلوك بتاعتي تبقى شغالة على الفريكونسي مقسومة على 8 او مقسومة على 64 او على 265 او على 1024، تمام. الكلام ده ما بيقللش من الفريكونسي بتاعة المايكرو كنترولر، ولكن احنا بنقلل التايم لما بنيجي نقيس بيه، تمام. احنا بس ايه، بنستخدم بري سكيلر بحيث ان هو يقلل لي التايم اللي انا بقدر اقيس بيه، ولكن المايكرو كنترولر لو انا مثلا عملت له سيتنج على 8 ميجا هرتز وقسمته على 8، المايكرو كنترولر هيفضل شغال بال 8 ميجا هرتز، بس التايمر هيجي يعد الكلوك بتاعته بشكل مختلف، تمام. طيب لو انا قلت مثلا، عايزين بس ايه نعرف الدنيا دي بتبقى ماشيه ازاي. لو انا قلت مثلا ان التايمر ده انا عملت له سيتنج على no prescalers at all، تمام، يبقى انا كده defined ال frequency بتاعت المايكرو كنترولر، سواء على 1 ميجا هرتز، 8 ميجا هرتز، etc، على حسب اللي هو ايه ال frequencies اللي انا اقدر اعمل بيها ايه setting للمايكرو كنترولر. فهو المايكرو كنترولر مش هيبقى عليه prescaler، تمام، فانا هقدر ان انا اشتغل بشكل ال frequency الطبيعي، تمام. طيب احنا برضو مش فاهمين الحتة دي قوي، طيب هوضحها بشكل تاني. دلوقتي انا لو انا مثلا، فلنفترض ان انا شغال على 1 ميجا هرتز، تمام، يبقى انا عندي التايمر بتاعي برضو هيشتغل على 1 ميجا هرتز، لان انا ما اديتلوش اي بري سكيلر، تمام. وهو لما بقى هيجي يعد من 0 ل 255 ويعمل الاوفر فلو بتاعه ويرجع للزيرو تاني، هيعملها لي في رقم او في وقت سريع جدا، تمام، هيبقى الوقت ده 265 مايكرو سكند. ليه؟ هنشوف دلوقتي القوانين دي، مؤاخذة، هنشوف دلوقتي القوانين بيقول لنا ازاي يعني، تمام. احنا بنتكلم ان اول حاجة اسمها عندي ريزولوشن، الريزولوشن دي بتبقى واحد على الفريكونسي ديفايدد باي البري سكيلر، تمام. لو انا ما عنديش اي بري سكيلر موجود، يبقى انا عندي ريزولوشن هتبقى واحد على 1 ميجا هرتز، ليتس سي ان انا الفريكونسي سيتنج ب 1 ميجا هرتز، فيبقى عندي ريزوليوشن مع كل عده، يعني هو هيعد العده الواحده في 1 مايكرو سكند، تمام. طيب لو انا قلت بقى ان هو ايه، في حاله ان انا عملت دلوقتي 1024 بري سكيلر، تمام، هتبقى العده الواحده بيعملها في 1024 مايكرو سكند، تمام. طيب لو انا بقى عايزه ايه يخلص العدات كلها بتاعته اللي هم 265 عدة، هيعملهم ازاي؟ عدد الريزولوشن اللي انا جبته في عدد التكس اللي انا عايزه، تمام. فانا هجيب دلوقتي ايه، 1 مايكرو سكند مضروب في 265 اللي هو العدد بتاعي، فهو هيخلص لي العدد اللي انا محتاجه في 265 مايكرو سكند، تمام. طيب في الكيس التانية اللي احنا عملنا بيها بري سكيلر على 1024، هيحط لي ال 265 مضروبة في 1024 مايكرو سكند، فهيطلع لي 0.26 seconds، تمام. ده وقت كبير جدا مقارنة بالوقت اللي هو ايه شافه، تمام.
في الكيس اللي قبلها. ماشي، في اتميجا 16 احنا عندنا 3 تايمرز، تمام؟ عندنا تايمر 0 وتايمر 1 وتايمر 2. تايمر 0 8 بت، تايمر 1 16 بت، وتايمر 2 8 بت. طب هو ازاي تايمر 1 16 بت وانت قلت ان المايكرو كنترولر ده 8 بت مايكرو كنترولر؟ تايمر 1 بيبقى شغال على 2 ريجسترز مش ريجستر واحد، الاتنين ريجسترز دول كل واحد فيهم بيبقى 8 بت، فعشان كده هو 16 بت، تمام؟ اي تايمر من دول عنده 3 مودز، اول مود الاوفر فلو مود، تاني مود الكومبير مود، وتالت مود البولس ويدث موديوليشن مود، تمام؟ احنا هنستدي الجنرال ايديا، تمام، بتاع زي ما قلت لكم في الاول على تايمر 0 علشان ده ايه اسهل واحد، تمام؟ اي تايمر ممكن نشتغل بيه عن طريق البولينج او عن طريق الانتربس. طب ايه هي البولينج دي؟ تمام، يعني احنا عارفين الانتربس من شويه، طب ايه هي البولينج؟ البولينج دي هتشوفوها قدام بالتفصيل يعني، تمام؟ احنا دلوقتي عندنا 3 انواع تايمرز موجوده، تمام؟ عندي انترنال تايمر، قصدي انا عندي نوعين تايمرز، عندي الانترنال تايمر وعندي الاكسترنال تايمر، تمام؟ الانترنال تايمر ده بيبقى هو يونت بتك على الاوسيليتر فريكونسي. ايه الاوسيليتر فريكونسي ده؟ يعني حاسين ان هي دخلت في حته الكترونكس وبتاع؟ لا لا لا، هو الاوسيليتر فريكونسي ده بيتقال عليه كريستال فريكونسي، اللي هي ايه، بتبقى متظبطه على حسب الفريكونسي بتاعت المايكرو كنترولر. يعني في حاجه حصلت؟ طيب معلش نرجع تاني يا جماعه، معلش على الموضوع. الاوسيليتر فريكونسي دي هي كريستال فريكونسي بتاعت المايكرو كنترولر، اللي هو ايه، اللي هي الاف سي بي يو اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء 1 ميجا هرتز او 8 ميجا هرتز او ايا كانت الفريكونسي اللي احنا ايه بنتكلم بيها، تمام؟ الفريكونسي دي ممكن تبقى دايركتلي فيد للتايمر او بري سكيلد زي ما احنا اتفقنا يعني فوق، ماشي؟ والمود ده بيساعدنا ان احنا نعمل ايه، كاونتينج او تايمينج بحاجات اكيوريت اكتر، تمام؟ طيب لو انا عندي بقى اكسترنال كاونتر او تايمر، ده ساعتها بيبقى عندي يونت بره، تمام، بنبقى بنستخدمها علشان نكاونت ايفنتس على اكسترنال بين بتاعه المايكرو كنترولر، بتبقى بين محدده يعني. طب ايه هو بقى البي دبليو ام جنريتور؟ ده بنستخدمه علشان نكنترول السبيد بتاعه الموتورز او ابلكيشنز تانية، ماشي؟ انا عمال اسمع صوت في الميتنج، في حاجة مشكلة يا جماعة؟ اول مود عندنا هو الاوفر فلو مود. المود ده التايمر بيبتدي ان هو يكاونت من انيشال فاليو انا بديها له لحد ما يخلص الماكسيمم فاليو ويعمل اوفر فلو. طيب يعني مثلا احنا عندنا، احنا قلنا ان التايمرز هنا، او يعني التايمر 0 بيبقى 8 بت، تمام، وقلنا ان هو ممكن يعمل تيكينج او يعد 256 عدة، تمام، 256. الكلام ده بيبتدي من الزيرو لحد 255، دول 255 عدة، والاوفر فلو تيك يبقى كده ايه، معايا 256 عدة، تمام. الاوبريشن دي بتحصل ستريت فورورد، تمام، هو بيكاونت على طول كده، وبيبتدي مثلا من فاليو 6 او بيبتدي من فاليو 7 او من فاليو 0 لحد ما يوصل للماكسيمم فاليو ويعمل اوفر فلو، تمام. لما بيحصل الكلام، يعني الكلام ده بيحصل ازاي، ان الريجستر تي سي ان تي 0 بيهولد التايمر كاونت، تمام، وان هو بيحصل له كل شويه انكريمنتيشن على حسب ايه التكس اللي جايه له، تمام. يعني ده كده اسم ريجستر، تمام، الريجستر ده بيقعد يعد معايا لحد ما يوصل ل 8 وحايد، وبعدين ايه بيعمل اوفر فلو، تمام. طيب تايمر 0 اوفر فلو بيعمل ايه؟ بيكوز ان التايمر اوفر فلو فلاج يبقى بواحد، يعني يحصل له سيتنج، تمام، اللي هو بيبقى تي او في 0، تمام. في جوه التايمر انتربت فلاج ريجستر، تمام، يبقى انا عندي دلوقتي في بت اسمها تي او في 0، تمام، جوه ريجستر تي اي اف ار، تمام، وساعتها كمان التي سي ان تي 0 هيبتدي
يعد تاني من الزيرو، تمام؟ طيب يا عبد الرحمن، فلنفترض ان انا مثلا دلوقتي انا عايز المايكرو كنترولر بتاعي يعد 250 عدة، مش عايزه يعد لي 256 عدة، تمام؟ وعايزه كل شوية، قصدي التايمر يعني مش مايكرو كنترول، وعايزه كل شوية لما اجي اخلص الاوفر فلو يعد لي برضه من عند الستة. دي بتحصل ازاي؟ ان دي بتحصل لما انت بتديله الانيشيال فاليو بتاعته تحطها عند الستة، بحيث ان هو عبال ما يوصل ل 255 يكون عد 249 عدة، ولما يجي يعمل اوفر فلو تبقى 250 عدة، تمام؟ وبعدين تسيت الفاليو تاني ان هي ترجع للستة، تمام؟ يعني دي حتة لازم تبقى انت واخد بالك منها وانت بتبرمج الحتة دي، ماشي؟ طيب دي ستيبس علشان ايه؟ ان بروجرام الديلاي بتاع تايمر زيرو، تمام؟ اول ستيب ان انت بتست ال تي سي ان تي 0 لانيشال فاليو، تمام؟ تاني ستيب ان انت بتست المود بتاعه النورمال مود، لان احنا شغالين اوفر فلو مود، فدي النورمال مود بتاعها، تمام؟ وتست البري سكيلر فاليو لو انت عايز تعمل ايه سيتنج للبري سكيلر في تي سي سي ار 0، تمام؟ تاني حاجة، تالت حاجة بقى بتشوفها ان التايمر ده بيفضل يعد ويعمل اوفر فلوينج، تمام؟ وان انت لازم تبقى واخد بالك من الكلام ده هيحصل امتى وازاي، ماشي؟ بعدين لا عايز بقى ايه توقف التايمر، انت بتقوم رايح حاطط زيرو على التي سي سي ار زيرو كلها، تمام؟ وبتعمل كليرنج ل تي او في زيرو فلاج. بتعمل كليرنج ازاي؟ ان انت تحط في البيت دي واحد، هو الداتا شيت بتقول كده، يعني مش شرط ان كل حاجة اجي اعمل لها كليرنج، تمام؟ ان انا احط فيها فاليو بزيرو، في حاجات لما انت تحط لها فاليو بواحد هو كده المايكرو كنترولر بيفهم ان انا ساعتها فاليو واحد، يبقى انا كده ايه هعمل كلير. ده اركيتكتشر، ده مالناش دعوه بيه، ده هاردوير اركيتكتشر، تمام؟ وبعدين بعد ما ده بيحصل انت بترجع للمين فانكشن. ده بقى ايه الهلومه دي كلها اللي احنا قعدنا نشرح فيها كام ستيب دي، ده اسمه بولينج، ان احنا بنستنى لحد ما التايمر يخلص عد، تمام؟ طيب احنا برضو ممكن نستخدم التايمر في الديزاين بتاع الانتربتس، بان لما يحصل اي اوفر فلو يبعت لي تايمر اوفر فلو انتربت، تمام؟ يعني اول ما يعمل اوفر فلو يبعت لي سيجنال ان انا ايه في الحاله دي انت هتعمل لي ايه انتربت انيبلنج، تمام؟ ده بالنسبه ايه للاوفر فلو مود. طب بالنسبه بقى للكومبير مود، في الكومبير مود احنا بنستخدمه جنرالي للبريودك ايفنتس، تمام؟ او ان احنا نعمل جنريتنج الويف فورمز، او ان في حالات ان الاوفر فلو مود ما كانش اكيوريت، او ان احنا ما قدرناش نمونيتور او نراقب الاوفر فلو مود بشكل اكيوريت فنعرف التايمنج بتاعه، ماشي؟ فده حاله كده يعني، ونادرا ما ده بيحصل يعني، بس احنا ايه بنستخدم الكومبير مود للحالات دي اساسيا ان احنا حاجات periodic events وان احنا نجنريت ويف فورمز، تمام؟ احنا عندنا واحد كومبير ريجستر لما بيجي يحصل له سيتنج بي كومبير فاليو للتايمر اللي احنا ايه بنعد بيه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا في ريجستر معين انا بحط فيه فاليو معينه، تمام؟ والتايمر عمال يعد، ماشي؟ هو بيحصل ايه مقارنه alternative كده، مقارنه كل عده بيحصل مقارنه، كل عده بيحصل مقارنه، كل عده بيحصل مقارنه. طب لما يحصل بقى ايه ماتشنج للعدد، تمام؟ لما يحصل ماتشنج للعدد هنا والعدد هنا، او الرقم هنا قصدي فاليو هنا والفاليو هنا، بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها compare match، ماشي؟ الاوتبوت بتاع الكومبير ريجستر او سي ار 0 بيبقى لودد بالفاليو اللي هي بتبقى ايه checked every cycle، زي ما قلنا ايه كل سايكل بيقعد يتشيك الفاليو، تمام؟ لما يحصل بقى ايه الكومبير ماتش ده التايمر بيستارت كاونتنج من البدايه، تمام؟ والاوتبوت كومبير فلاج اللي هو الاو سي اف 0 جوه التي اي اف ار بيحصل له سيتنج، يعني بيبقى بواحد، تمام؟ لما الكومبير ماتش بيحصل الاي بت بيحصل لها، لو احنا عملنا يعني بقى ايه في حاله ان الكومبير ماتش حصل، لو احنا عملنا سيتنج للاي بت وسيتنج للتايمر كومبير انتربت،
تمام. لو عملنا لهم انيبل احنا كده عملنا جنريتنج للانتربت. طب ازاي بقى؟ مش انت قلت ان احنا لازم نعمل ثلاث حاجات؟ والثلاث حاجات اوريدي حصلوا. احنا اول حاجه ما تنساش ان احنا قلنا ايه، ان الاوتبوت كومبير فلاج حصل له سيتنج، تمام. وفي الحاله دي لو انت عملت كمان سيت للاي بت وعملت سيت للتايمر كومبير انتربت، يبقى انت كده بقى ايه، جاهز ان انت تجنريت انتربت من الكومبير مود، تمام. طيب احنا ممكن برضو ايه، ان احنا نجنريت سكوير ويف، تمام، بالكومبير مود عن طريق ان احنا نستخدم الكومبتس، تمام، في التوجل مود، ماشي. ساعتها هو كل ما هيطلع بواحد وينزل بزيرو هيعمل لك زي ايه، الكلوك العادية اللي احنا بنشوفها اللي هي عاملة على شكل سكوير ويف يعني، تمام. طيب اخر مود عندنا هو ال PWM، تمام، وكده المفروض يعني ده اخر حاجة قربنا نخلص خلاص. احنا فاضل لنا بالظبط 7 بيجز وهنخلصهم على طول ان شاء الله. ال PWM مود دي تكنيك احنا بنستخدمها علشان نجنريت انالوج سيجنالز من الديجيتال ديفايس. ايه ده، دي حاجة غريبة قوي يعني، انت ازاي عايز تجنريت انالوج سيجنال من ديجيتال ديفايس اصلا؟ يعني ده كله واحد وصفار، واحد وزيرو، يعني هو اصلا يا شغال يا هاي يا لو، يا شغال يا 5 فولت يا 0 فولت، انت ازاي عايز حاجة في النص؟ ما هو ده بقى ايه وظيفة ال PWM، تمام. وظيفته ان هو بيجنريت الانالوج سيجنالز دي، تمام. ان هو مثلا فلنفترض ان انا عايز اشتغل على موتور 3 فولت، طب انا هشغله ازاي؟ عن طريق المايكرو كنترولر وهو شغال اصلا 5 و0 فولت بس. فدي هي بقى ايه وظيفة ال PWM، هنشوف مع بعض الكلام ده بيحصل ازاي. اتميجا 16 عنده انبيلت بي دبليو ام، يعني انت مش محتاج تجيب له بي دبليو ام من بره، تمام. البي دبليو ام دي فيها اتنين فيزز، تمام، ايدر ان هي فاست بي دبليو ام او ان هي فيز كوركت بي دبليو ام، بس الموست كومن او اللي احنا هنشتغل بيه اكتر هو ايه، الفاست بي دبليو ام، تمام. احنا بقى بنسيت التايمر مود ان هو بي دبليو ام مود، تمام، وبنتشوز فاست بي دبليو ام، تمام. في الاي في ار البي دبليو ام سيجنال بتبقى جنريتد عن طريق تو فورمز، تمام، ايذر ان هي بتبقى انفرتد او نون انفرتد، تمام. وهنشوف الاشكال بتاعتهم تحت دلوقتي بعد ما نخلص الصفحه دي، تمام. الفريكونسي بتاعت البي دبليو ام بتاعت تايمر زيرو بتبقى كالكوليتد عن، او عموما يعني هي المفروض بتبقى كالكوليتد عن طريق ايه، الايكويشن دي، ان انا عندي هي دي الفريكونسي بتاعت البي دبليو ام، بنحط الكلوك فريكونسي، تمام، على ال n في 256، وال n دي بتريبريزنت البري سكيلر. يعني انت دلوقتي عندك الكلوك فريكونسي 8 ميجا هرتز مثلا، وانا عامل ال n دي ب 8، البري سكيلر يعني ب 8 مضروبه في 265، يبقى انت هيبقى عندك ايه 1 ميجا هرتز على 265، تمام. نوت كده بسيط، ان احنا علشان نقدر نجنريت اوتبوت من ال PWM في تايمر 0 لازم بين او سي 0 تبقى ست as an output pin، تمام. طيب ده ال inverted PWM، تمام. ال signal لما بتبقى low بتبقى reach compare match، يعني هوضحها لكم اكتر على ايه، على الرسومات اللي قدامنا دي، تمام. انا عندي هنا ايه ال compare mode value، تمام، انا عندي compare value هنا اهي، ماشي. ده inverted، تمام. ففي حالة الانفرتد أي حاجة هتبقى يعني هاي كده، تمام، لحد هنا هتبقى بزيرو لأن هو طالع، تمام. ولكن في حالة الكومبير نفسه لما يساتسفاي الكومبير فاليو، تمام، هيطلع ايه بواحد، وهيفضل ماشي لحد ما يوصل عند النقطة دي ويعمل فولينج هنا، تمام، ويكمل لحد النقطة دي برضو يعمل رايزنج، تمام. فده ايه، ده الانفرتد، ان هو في حالة ان هو طالع بيبقى ايه بفاليو زيرو، تمام. وهنا نفس الحكاية، هو عمال يطلع هنا فوق، تمام، لحد ما وصل لهنا، هو لحد ما وصل فوق وطالع كان بفاليو تحت زيرو، تمام. اول ما وصل للكمبير فاليو قام راح طالع بواحد، تمام، وبعدين اول ما نزل للماكسيمم فاليو نزل تاني وفضل ماشي تقريبا نفس المسافة لحد ما طلع، تمام، ونزل، يعني هو ايه برضو اتكرر. طيب هنا بقى ايه الكومبير مود اصلا عند الماكسيمم فاليو اللي هي الاف اف، فهو هنا ايه مش هتلاقي فيه سيجنال طالعه لان هو ايه بالنسبه له ده هيفضل طالع، هيفضل طالع، هيفضل طالع، تمام. طيب
اللي عايزين بقى ايه نشوف النون انفرتد. تمام ده كده الانفرتد. طب النون انفرتد، النون انفرتد العكس بتاعها، ان هو لحد ما يطلع تمام هيفضل الفاليو بتاعته بواحد، اول ما يوصل عند الكومبير مود هينزل تحت ويفضل ماشي لحد الفاليو اللي هو عنده فيها كومبيرد هيطلع بواحد، وبعدين اول ما يخلص هينزل تحت. تمام ده ايه زي ما انتوا شايفين كده يعني. وهنا برضو ايه زي ما احنا قلنا دي هتبقى عكسها، لان التانية كانت بزيرو على طول، هنا هتبقى بواحد على طول لان هي ايه نون انفرتد. تمام احنا هنا بنسيت الديوتي سايكل اللود بتاع الـ OCR 0 ريجستر ان هي تبقى 265، يبقى 100% ديوتي سايكل. تمام وزيرو لو انا عايز ايه 0% ديوتي سايكل. تمام طيب دي الريجسترز بتاعت تايمر زيرو. تمام احنا عندنا اهو تي سي سي ار زيرو. تمام دي كل حاجه مكتوبه قدامنا اهي. احنا عندنا فورس اوتبوت كومبير دي بيت رقم 7 اف او سي زيرو. تمام دي بتبقى اكتف لما، دي بتبقى اكتف لما ال دبليو جي ام 00 سبيسيفايزز نون بي دبليو ام مود، يعني تبقى اي حاجه غير البي دبليو ام، يعني تبقى نورمال مود او كومبير مود، ما ينفعش تبقى بي دبليو ام. تمام لو احنا عايزين ويف جنريشن مود. تمام يعني هو ده بقى ايه اللي بنحدد بيه المودز بتاعتنا. تمام يعني انا عندي اهو WGM01 وعندي WGM00. تمام خلاص يبقى انا كده بقى ايه بظبط هنا، سواء انا عايزه كومبير مود، عايزه فيس كوركت بي دبليو ام، ولا عايزه قصدي نورمال مود، ولا فيس كوركت بي دبليو ام، ولا كومبير مود، ولا فاست بي دبليو ام. يعني ده بقى ايه من سيت البيتس زي ما هو ايه كاتبها كده. تمام عند بيت رقم 3 بسيت الفاليو من الفاليوز دي، وعند البيت رقم 6 بسيت فاليو من الفاليوز دي. تمام طيب ده الكومبير ماتش الماتش اوتبوت مود. تمام ده في حاله الكومبير مود. تمام يعني هو زي ما احنا شفنا في الريجستر اللي فوق اللي فوقيه، يعني اهو ده ال ده ال ده الريجستر اللي فوق، ودي البيتس بتاعت الكومبير اوتبوت او كومبير ماتش اوتبوت. لما مؤاخذة ثانية واحدة، لا دي مش اهي اهي تمام مش دي، دي ريجسترز بتاعت الكومبير اوتبوت ماتش. تمام طيب في حالة ان انا عايز اعمل ده كده هنا بقى ايه، لو انا عايز اعمل ايه نورمال بورت اوبريشن يبقى لازم او سي 0 تبقى ديسكونكتد. تمام يبقى كوم 01 وكوم 00 يبقى الاثنين بصفر. لو انا عايز اعمل توجل على الاو سي 0 يعني كاني ايه زي ما احنا قلنا ان انا عايز اعمل سكوير ويف. تمام اسيت الفاليوز دي كده. تمام عايز اكلير الكومبير ماتش اسيت الفاليوز بهذا الشكل، عايز اسيت الكومبير الاو سي 0 على الكومبير ماتش اسيت الفاليوز الاثنين او البيتس الاثنين يبقوا ايه بواحد. تمام ال compare output mode وال fast PWM. تمام هنا يعني يعني هي ايه بتبقى حاجات، في حاجات هتلاقي مكتوب عليها هنا كده reserved، يعني انت مش هتقدر تغير فيها، يعني هي بتبقى function كده ايه reserved، يعني ده في حالة ان انت عملت accessing لل compare output mode في ال في الاكشن بتاع ال fast PWM mode. تمام هنا كان الاكسس بتاع الكومبير اوتبوت مود في اي اكشن تانية او اي فانكشن تانية غير البي دبليو ام مود. تمام هنا هيحصل برضو ديسكريبت، كل حاجه بتبقى ديسكريبتنج لنفسها. عندي في حاله ان انا عايز نورمال بورت اوبريشن بعمل ديسكونكشن، هنا كده بتبقى ريزيرفد يعني خلاص كده يعني مش هقدر اغير فيها حاجه. كلير لل او سي 0 على الكومبير ماتش. تمام يعني بسيتها على النون انفرتنج مود او سيتنج للاو سي 0 على الكومبير ماتش، يعني دي في حاله ايه الانفرتنج مود. تمام دول هعمل زوم بس.
ده علشان بقى ايه، انت عايز دلوقتي تعمل الكلوك سيلكت بتاع التايمر، تمام؟ لو انت عايز تعمل له بري سكيلينج او ان انت عايز توقف التايمر، تمام؟ انت بتستخدم التلاتة بتستخدم التلاتة بيتس دول، كل واحدة قدامها الديسكريبشن بتاعها. لو انت عايز التايمر يبقى واقف خالص يبقى التلاتة بيتس بزيرو، تمام؟ عايز التايمر يبقى شغال بالكلوك الأساسية بتاعت السي بي يو من غير ما تعمل له بري سكيلينج تبقى بواحد. عايز التمانية أو الـ64 أو الـ256 أو الـ1024، كل واحدة بيبقى ليها الفاليو الخاصة بيها. طيب لو انت عايز external clock، external clock يعني عايز clock شغالة من بره المايكرو كنترولر على ال TC0 pin، تمام؟ في حالة ال falling edge أو external clock في لل TC0 ال T0 pin في حالة ال rising edge، كل دول ليهم ايه ال values بتاعتهم برضو، تمام؟ طيب احنا كنا اتكلمنا برضو عن ال TC&T register اللي هو بيبقى فيه ايه، ان هو ده اللي بيبقى فيه الكاونتنج، تمام؟ ده اللي بيبقى فيه الفاليوز بتاعت الكاونتنج بتاعه، تمام؟ ده الاوتبوت كومبير ريجستر، ده بيبقى ده اللي بيعمل كومبيرنج مع التي سي ان تي 0 ريجستر، تمام؟ يعني ده اللي بيبقى فيه الفاليو ستورد اللي بعمل فيه اللي بستنى فيها التي سي ان تي 0 يوصل لها عشان اعمل لهم كومبير، ولما يحصل الكومبير ماتش ايه يحصل الحاجات اللي احنا كنا قلناها قبل كده، تمام؟ ده التايمر انتربت ماسك ريجستر، تمام؟ ده في حالة ان انا عندي التايمر عن يعني هو هنا بقى ايه، طب هو بيوصف لك كل بيت من دول عند البيت واحد اللي هي او سي اي اي 0، تمام؟ دي كده انا بقول له ان انا عايز الانتربت يجي لي من الكومبير مود، فانا بقى انيبل الانتربت موديول انيبل بتاع الكومبير مود من التي اي ام اس كي، تمام؟ او ان انا هنا بقى ايه عايز انيبل من الاوفر فلو مود، يبقى انا هانيبل بيت زيرو، تمام؟ طيب لو انا عايز الفلاج ريجستر يبقى انيبلد، ده الانتربت فلاج ريجستر، تمام؟ هو زي ما احنا قلنا انت لما بت يعني احنا زي ما احنا قلنا يعني في سلايدز قبل كده، لحظة واحدة. يعني هنطلع فوق معلش ثانية بسيطة كده عشان نرجع للحوار بتاع ايه انت دلوقتي لما يحصل لك ايه الحتة اهي، تمام؟ انت لما تيجي تعمل يحصل لك output compare flag ايه بيحصل، ان ال OCF0 يعني ال compare flag قصدي لما يحصل لك output compare match، تمام؟ ال output compare flag جوه ال time interrupt flag register، تمام؟ بيحصل له set، تمام؟ ونفس الحكاية بالنسبة لل overflow، تمام؟ احنا بس يعني ايه حبينا نرجعها ونوضحها تاني، هي خلاص دي المفروض اخر صفحة يعني، تمام؟ ده الـ output compare flag زي ما احنا قلنا والشروط بتاعته بتحصل ان هو بيست بواحد لما بيحصل compare match، تمام؟ وبيبقى cleared by hardware when executing timer 0 compare ISR، تمام؟ طيب ال OCF0 بنعمل له ايه clearing by writing logic واحد، يعني في فرق ما يعني هو هنا ايه بيحصل له cleared by hardware when executing timer 0 compare ISR، تمام؟ وهنا alternatively لو انت عايز تعمل له clearing بنفسك يعني انت هتعمل له ايه clearing بلوجيك واحد. طيب اخر حاجة بنقول ان ده التايمر اوفر فلو فلاج، تمام؟ ده في حالة ان هو عمل اوفر فلو هو عند البيت زيرو يبقى ست بواحد لما الاوفر فلو بيحصل له اوكرينج، تمام؟ بيبقى كلير عن طريق الهاردوير لما تعمل اكسكيوتنج لايه للاوفر فلو اي اس ار، تمام؟ ويبقى كلير عن طريق ان انت تكتب برضو في ايه لوجيك واحد، تمام؟ طيب يعني معلش الناس ممكن ما تفهمش برضو ايه كليرد باي هاردوير وين اكسكيوتنج تايمر ايا كان بقى كومبير او اوفر فلو اي اس ار، يعني مجرد ما انت تخلص الاي اس ار بتاعه التايمر بتاعه الانتربت ده هو بيعمل كليرنج من نفسه، تمام؟ ده اللي غرض منها. يعني احنا كده المفروض نكون خلصنا ال اسمه ايه ده
خلصنا التايمر والانتربتس والجي بي اي او. حد عنده اسئله؟ ما فيش اسئله خالص. هو مش سؤال على قد ما انا حاسه ان الدنيا مفتوحه بردك قوي، زي يعني ايه؟ يعني انا حاسه ان احنا يعني مفيش حاجه محدده، وحاسه ان كل حاجه مفتوحه، يعني لسه السال يعني مفيش حاجه واضحه قوي، ما مش من هي ناحيه طبعا الكونسبت، يعني هو الكونسبت نفسه واضح، بس هي الفكره كلها ان حاسه بروجكت واسع قوي. هي الفكرة، هو علشان بس يعني احنا كده اصل احنا بنتكلم دلوقتي على البريفيرلز بتاعة المايكرو كنترولر نفسه. تمام. في انترفيسنج بقى على حاجات تانية، يعني مثلا سنسورز، وعلى اسمه ايه ده، وعلى ليدز، وعلى سويتشز. الكلام ده كله الانترفيسنج لما يتوصل بالبريفيرلز بتاعة المايكرو كنترولر، ده اللي بيوضح اكتر الابليكيشنز بتبقى ماشيه ازاي. تمام. يعني زمايلنا لما كانوا شرحوا مثلا ال LCD والكيباد، شفتوا هما بيشتغلوا ازاي. لازم الواحد يبقى فاهم اكتر اصلا الهاردوير بتاع الحاجه اللي هو هيحطها توصيله بالمايكرو كنترولر، وبعدين بقى ايه، يبرمج الاتنين سوا علشان يشتغلوا مع بعض. يعني هو الموضوع اصله مش صعب، ولا هو كبير. هو فكرة ان هو سيستماتيك، زي يعني هو احنا شغالين واحد وزيروز بس. تمام. يعني احنا المنطق بتاع دماغنا دايما لما هيجي يشتغل على الواحد والزيروز. حتى واحنا بنكتب ديسيمال او بنكتب هيكسا ديسيمال، لازم ابقى عارف الفاليو دي لما تيجي تخش على الريجستر هتخش بواحد وزيروز عاملة ازاي. بس دي ده الكونسبت كله. يعني هي الحاجة لما بتبقى متجمعة كلها مع بعض ويتعمل عليها ابليكيشنز، بنحس ان هي سهلة. تمام. هو بس يمكن بس عشان دي اول سيشن، يعني ان شاء الله لو عرفت اعمل سيشنز تانية قدام، وان شاء الله يحصل. يعني هتلاقيني بقى ايه، مدخل حاجات تانية، وهنتعلم ازاي نبرمج الحاجة دي مع بعض، وليه بنقول ده هنا في الحالة دي وده ليه لأ. طب امتى يبقى ميموري efficient، امتى يبقى time efficient، الكلام ده كله. بس يعني فحد عنده حاجة تانية برضو عايز تمام. يستفسر عنها؟ طب لو حد مش فاهم حاجة يا جماعة من اللي اتقال النهاردة، يعني برضو يا ريت يقول لي. يعني طيب، هو أنا ممكن أوريكم مثلا، يعني على سبيل المثال حاجة كده، يعني زي ما نقول إيه. طيب ده بروجكت سيمبل جدا، ان انا لما باجي ادوس على سويتش مش بوش بوتن. تمام. السويتش ده لما بيفضل متداس بيديني ان الليد منورة. تمام. يعني هي دي الليدز اللي عندي. تمام. ودول السويتشز اللي عندي. يعني كل سويتش لما هنيجي ندوس عليه هنلاقيه بينور ليد معينة. تمام. يعني السويتش ده بينور الليد دي، والسويتش ده بينور الليد التانية. تمام. ف ده الحته الحمراء دي اللي هو بيقول لي ايه، ان هو يخلي السويتش يعني يفضل اون. تمام. فهو هنا ايه، طول ما هو اون بيخلي ال اسمه ايه ده الليد منوره. تمام. وهنا نفس الحكايه، طول ما هو اون هيخلي الليد منوره. تمام. طيب احنا عايزين نشوف مثلا شكل الكود هيبقى عامل ازاي. لحظه واحده. طيب، شايفين الكود كده؟ اعتقد هو كل حاجة يعني مكتوب قدامها ال comments بتاعتها، يعني الدنيا ماشية ازاي. يعني احنا دلوقتي احنا في ال... نيجي لل ده الديزاين بتاعي، ان هو دلوقتي انا عندي واحد سويتش. تمام. متوصل على بورت بي بين 0، والتاني متوصل على بورت بي بين 1، والاتنين متوصلين ببول اب ريزيستورز. تمام. ودول متوصلين بوزيتيف لوجيك. حلو. طيب احنا دلوقتي هنعمل الكونفيجريشن ان اسمه ايه ده،
الحاجات اللي عند بورت بي اللي هي السويتشز تبقى انبوت بينز، تمام، والحاجات اللي عند بورت سي اللي هي الليدات تبقى اوتبوت بينز. فاحنا ايه هنعمل الكلام اللي احنا قلنا عليه اهو، او اللي احنا اتعاملنا معاه يعني. وبعدين هنعمل الانيشال فاليو. الانيشال فاليو بتاعتهم اللي هي ايه، ان الاتنين يبقوا اصلا مطفيين، تمام. بعدين نخش على المين كود بتاعي. احنا كنا كل ده صحيح في المين فانكشن، بس انا المين كود او المين ابلكيشن كود بتاعي هيبتدي يشتغل من اول الوايل 1، تمام. فبيقول لي دلوقتي ان لما يبقى عندي البورت او انا عندي يعني السويتش عند بين بي او بورت بي بين 0، تمام، لما يبقى بريست خلي لي الفاليو دي بواحد، او الفاليو او يعني الليد دي نورها لي، تمام. غير كده خليها مطفيه. ولو الكلام ده حصل مع نفس الكلام ده حصل مع البين واحد في بورت بي، خليه الليد التانية تنور، غير كده ايه اطفيها لي، تمام. ايه الفرق ما بين البوش بوتن والسويتش؟ الفرق ما بينهم هما الاتنين ان السويتش ممكن اخليه يفضل متداس، والبوش بوتن هو يا دوب بس بيعمل دوسة بسيطة كده ويرجع، تمام. بس ده الفكرة كلها يعني، تمام. وكده نكون خلصنا يعني.